احنا ممكن نعمل جيلي من الايه، من البطيخ ده. ده عباره عن ايه؟ سكر، عصير بطيخ حلو او مش حلو، بطيخه قرعه، بطيخه حلوه زي ما انت عايزه، والجيلي. طيب ايه بقى المقادير اللي انا بمشي عليها؟ طبعا التحليه زي ما انت عايزه، يعني البطيخ حسب سكرها احط لها سكر قد ايه. حطيت اربع مثلا، اربع معالق، اربع كوبايات من البطيخ، يبقى اربع معالق كبار من السكر. لا دي حادقه شويه، يبقى كوبايه الا ربع من السكر. لا دي ملهاش طعم خالص، يبقى كوبايه من السكر. طيب الجيلاتين بقى، وده المهم، يعني عشان يبقى عندي جيلي بطيخ، ايه بقى اللي بيبقى؟ كوبايه العصير عليها معلقه كبيره من الجيلاتين، كوبايه عصير البطيخ عليها معلقه كبيره من الجيلاتين. يعني انا عامله اربع كوبايات من عصير البطيخ، يبقى اربع معالق من الجيلاتين. سهله؟ سهله وبسيطه. تعالوا يلا بينا نجيب بس سكر من عندي، عشان السكر انا خدته ايه، معرفش ايه اللي حصل، في مقادير دخلت جوا بعضها من السكر. فهجيب سكر من عندي، وهجيب عصير البطيخ زي ما اتفقنا، اشر البطيخه وقطعيها واعصريها وصفيها، سهله مفيهاش اي حاجه، تمام اهو. والسكر البطيخه على فكره دي مش حادقه ولا حاجه، دي حلوه، بس انا عشان عايزه اعمل لكم ايه، الجيلي، وانتي نفس الحكايه، فمش هحط فيها سكر كتير. هاخد الجيلي حط على النار، اربع معالق من الجيلي على ميه سخنه، الجيلاتين قصدي، الجيلاتين مش جيلي، احنا لسه هنعمل الجيلي اصلا، الجيلاتين اهو، اربع معالق كبار من الجيلاتين، هندوبهم كده وهننزلهم على البطيخ اللي عليه ايه، اللي عليه السكر، ونقلب لغايه ما يغلي. والله حابه تضيفي سنه ميه ورد، بس ايه، انا شايفه ان ايه البطيخ احلى، بس عايزه تضيفي ميه ورد حطي ميه ورد او ميه زهر، لو حطينا عصير فراوله تبقى مسيطره زي زي ميه الورد، او مسيطرين برضه، هيضيعوا لي قيمه البطيخ، بس ما هنعمل ايه، احنا خدنا الفايده خلاص. هقلب بقى لغايه ما ايه تغلي، وابدا اصب بقى في اطباق الايه، اطباق الجيلي